اب ديال واحد البنت كانت ضحيه ديال واحد المجرم في المدينه القديمه بوسبير، هددها بالسلاح الابيض بجوج جناوه وطلع للدار صحه، امه كتايدو كتقول لها خليه بخاطرو، خليها بخاطرو سيري فحالك، خليه بخاطرو ديري لي خاطرو سيري فحالك، امه كتايدو ولو هددها باش يروح لها التصاور في هادشي ديال العولمه ديال الفيسبوك.